السلام عليكم. إن الرجال الذين يكتبون التاريخ بدمائهم ويوجهون زمامه بعزماتهم هم الذين صلوا معركة أحد وحافظوا بها على مصير الإسلام في الأرض. معركة أحد كانت امتحانا ثقيل الوطأة، محض الصرائر ومزق النقاب عن مخبوئها، فامتاز النفاق عن الإيمان، بل تميزت مراتب الإيمان نفسه، فعرف الذين ركلوا الدنيا بنعالهم فلم يعرجوا على مطمع من مطامعها، والذين مالوا إليها بعض الميل فنشأ عن أطماعهم التافهة ما ينشأ عن الشرر المستصغر من حرائق مروعة. معركة أحد عنوان حلقتنا التاسعة من السيرة النبوية، والتي سنتناولها صحبة عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور علي الصلابي. أهلا وسهلا بك دكتور. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. سنستمر اليوم بحول الله في الحديث عن باقي معركة أحد إن شاء الله. نعم دكتور، بخصوص معركة أحد، يعني ابتداء لهذه المعركة ونتائجها وحوادثها أيضا آيات طوال كان لها في نفس الرسول صلى الله عليه وسلم أثر عميق ظل يذكره إلى قبيل موته أو وفاته، كان امتحان حقيقة ثقيل الوطأ. بعجالة حتى نبين للمشاهد في هذه الحلقة، يعني لماذا ظل يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآيات وأيضا هذه المدلولات من معركة أحد إلى قبيل وفاته؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم آمنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وآمنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، والطب بنا بما جرت به المقادير يا أرحم الراحمين. أما بعد، أهلا وسهلا بك أخ محمد بالأخوة المشاهدين الكرام. في غزوات خالدة ذكرت في القرآن الكريم، بحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقرأ في القرآن الكريم، بالتالي يتذكر كثير من الدروس والعبر والمشاهد التي عاشها. طبعا منها غزوة بدر ذكرت في سورة الأنفال، منها غزوة أحد ذكرت في سورة آل عمران، منها غزوة الخندق ذكرت في الأحزاب، منها غزوة تبوك ذكرت في سورة التوبة، منها غزوة بني النضير ذكرت في سورة الحشر. وبالتالي هنا غزوات النبي وسراياه ومغازيه كثيرة، لكن كان التركيز القرآني على الأشياء التي تفيد الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم استشهاد حمزة رضي الله عنه وأرضاه كان مصيبة كبيرة، لأن حمزة له علاقة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، قريب في السن، يعني هو وسيدنا حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هم كان المرضعة كانت واحدة، رضعوا مع بعضهم من وكان في كما نقول زمالة وصداقة وعشرة، وكان سبب إسلام سيدنا حمزة وأخذتها الحمية في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما شج وجه أبو جهل قال وأنا على دينه، القصة المعروفة. ثم مواقف العظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام دائما كانت متقدمة، سواء في بدر، سواء في بني قينقاع، سواء في وكان من الأعمدة، من أعمدة النبي عليه الصلاة والسلام. وطريقة قتل سيدنا حمزة كانت فيها تمثيل، وكان فيها قذارة، وكان فيها خروج على المألوف وكان فيها انتقام. ولهذا جبير بن المطعم عنده عمه قتل في بدر، فطلب من الشاب الحبشي اللي هو وحشي وكان يتقن الرماح في رمي الرماح بدقة الأحباش، وقال له إذا أنت قتلت حمزة فأنت في تكون حر. وكان هو لما خرج وحشي ما كانش عنده هدف إلا أن يقتل حمزة فقط، فيحكي يشوف سيدنا حمزة وكيف يقتل في المشركين، نين تمكن منه وضربه في تحت ما بين الصرة والركبة، وكانت سبب في وفاته. وحزن عليه النبي حزن عظيم، وقال لولا أن تكون يعني سنة من بعدي وتحزن صفية لتركته يكون في بطون السباع وفي حواصل الطير. ولما شاف التمثيل قال لئن مكنني الله من المشركين لا أمثلن بسبعين منهم. فنزل قول الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكون في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فغزوة أحد لها ذكرياتها، ولهذا حتى
الصفية لما سمعت بمقتل شقيقها والرسول صلى الله عليه وسلم طلب من الزبير إبعادها حتى لا تشوف المشهد لأنه كان فيه تمثيل وكان مرعب في هذا المشهد، وكانت مرأة جلدة قوية رفضت وأتت بكفن قطعة بيضاء اثنين ووجدوا في بجانب واحد من الأنصار، فقال الزبير قال استحيينا أن يكون القطعتين نكفن فيها حمزة ونترك الأنصاري، وقال الوحدة كانت أطول من الثانية فعملنا القرعة بينهم. في حال شفت الجانب الإنسان وجانب الإنصاف وجانب التعامل مع الأحداث، وقالت طبعا حمزة أشعار الصفية أشعار في أخيها خالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كل لما رجع للمدينة قال حمزة لا بواكي له، فأنصاب فكان هناك الندبات أو العزاء، وكان هذا لم يؤمرون بعد بالتحريم من النياحة على الأموات. وبعد ذلك في تلك الأحداث الرسول صلى الله عليه وسلم لما استيقظ وجدهم لما قال حمزة لا بواكي له أهل الأنصار بكوا حمزة كثيرا، وأتى أحد الأنصار وولد ولد له وسماه سيد حمزة، إلى أن بعد أوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إن أحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، فأرشد الأمة إلى هذا الاسم، أما سمى أيضا على حمزة في تلك الحادثة. ومن تأثير المشهد أن حتى وحشي لما جاء وأعلن إسلامه أمام النبي صلى الله عليه وسلم قال غيب عني وجهك، لا يريد أن يتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم المأساة أو الذكريات السيئة في تلك المرحلة، وأمر قال يعني أغزو يعني قاتل في سبيل الله، يعني كما قتلت أنت في الكفر في الشرك، فهو حرص فيما بعد وحشي إلى في عصر سيدنا أبو بكر الصديق أن يخرج وأن يقتل مسيلمة الكذاب، ويقول أنا قتلت خير الناس وشر الناس برمحة، وهنا الحسنات يذهبن السيئات، وهنا تعطيك هدي النبوة في فتح الأبواب للتوبة وللرحمة وللمغفرة وللعفو. مع أنه هو كان من ضمن في فتح مكة كان من ضمن الذين يضربون ولو كان المعلقين بأستار الكعبة، لكن لما أسلم وتاب ورجع فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع هذا قال غيب عني وجهك، بمعنى لا يريد أن يتذكر مأساة سيدنا حمزة بالرغم نعم على الرغم من كل ما مر به يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم من مصائب من المشكلات وعوائق، قال لن أصاب بمثلك أبدا، ما وقفت قط موقفا أغيض إلي من هذا. يعني هنا يعني وقع ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم كما شرحته دكتور، وأيضا استمراره إلى وفاته. يعني ما مكان حمزة عند النبي أصلا؟ حمزة سيد الشهداء، حمزة مكانة عظيمة، والدليل على ذلك أن يقول لئن مكني الله من قريش ومن المشركين لأمثلن بسبعين منهم، من المواقف البسيطة جدا التي يرضى فيها رسول الله، أو من النوادر أصلا. لكن يأتي التوجيه الرباني وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، فأخذ ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وهذا من الدوافع التي جعلت الرسول صلى الله عليه وسلم لما يأتي وحشي ويعلن إسلامه أن يعفو عنه ويوجهه للجهاد في سبيل الله لعل السيئات تزال وبالحسنات. ولهذا وأيضا باب آخر باب عظيم في هذا المشهد في التعامل مع الخصوم والأعداء، وأن طبيعة البشر سيدنا خالد مثلا في أحد كان هو سبب الهزيمة، هو اللي قاد الجيوش، هو اللي عمل الالتفاف خلف جبل أحد، هو الذي قتل بقايا الرماة اللي كانوا، هو اللي اخترق الجيش الإسلامي اللي سبب وجعل بين فكين، لكن مع هذا ما كانش انتقام من النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينسال تلك الحادثة، بمجرد أن رجع وتاب ودخل في الإسلام قال خالد سيف من سيوف الله، سيف الله المسلول خالد بن الوليد، وفتحت له الأبواب فيما بعد في مؤتة، وفتحت له الأبواب في المعارك في الشام، وكان هو قائد المعركة اليرموك بل. فبالتالي هنا عظمة الإسلام في التعامل مع طبيعة النفس البشرية، وإنها بطبيعتها فيها خير وفيها شر وفيها هدى وفيها ضلال وفيها كفر وفيها إيمان، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله قال للرسول صلى الله عليه وسلم لما اشتد في الدعاء على بعض المشركين قال الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون،
وبالفعل في بعض الناس تاب الله عليهم فيما بعد، فهو حدث من الأحداث المهمة ونحن في أشد الحاجة إليها. نعم. لأن طبيعة الناس، طبيعة البشر عندنا، نحن إذا أخطأ شخص كل الحسنات ترمى في البحار ويبقى ذلك الخطأ يصاحبه، وهذا ليس من العدل وليس من هدي الإنصاف وليس من هدي النبوة ولا من هدي الإسلام. نعم دكتور، حساب أخطاء المؤمنين وهم منتصرون بعد بدر اختلف تماما عن حساب أخطائهم في أحد وهم منكسرون. هناك مزج كان في أحد بين العتاب الرقيق والدرس النافع، ما الذي نستنتجه من ذلك خاصة عبر النصوص القرآنية؟ طبعا في بدر بحكم الانتصار، بحكم نشوة الانتصار، فكان التعليم القرآني من بداية يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. نعم. نزعت منهم الأنفال لما اختلفوا عليها ورجعهم إلى حقيقتهم، كما خرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ولو كره الكافرون. هذا في بدر. هذا في بدر. نعم. يعني لأن في انتصار وفي نشوة وفيه نوع من ربما يحدث لهم نوع الإعجاب من الغرور الإعجاب أو شيء من هكذا، فتم الترتيب في هذا. لكن في أحد كان هزيمة، كان في جرحى، في كان في انكسار داخلي، في انكسار داخلي. كان حوالي 70 من الشهداء، وكان بالتالي هنا يأتي معاملة النفس البشرية في حالة الهزيمة غير في حالة الانتصار. حتى في فتح مكة إذا جاء نصر الله والفتح نسبه إلى نفسه، سبحانه، مش منكم أنتم ومني أنا، والفتح هذا بيدي أنا، أنا اللي حددت الوقت، الله سبحانه وتعالى يقول للمسلمين واخترت الزمن وأكرمتكم بهذا النصر وإذا جاء نصر الله والفتح. لكن هنا نتيجة الهزيمة ونتيجة الآلام النفسية فعولجت بطريقة ثانية. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الله ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يعني اسم الله الغفور واسم الله الحليم. نعم. وإن هذوم اللي هربوا ورجعوا للمدينة إن بين لهم هم بسبب ما كسبوا من الذنوب أو المعاصي أو مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله قال لهم إن الله غفور حليم، غفرت ذنوبكم وأنا حليم، من أسماء الله الحليم سبحانه وتعالى. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وبالتالي هذا الدعوة إلى اللين وإلى الرحمة، فبما رحمة، يعني هو رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني قسوة القلب وغلاظة القلب تجعل الناس ينفضوا من حول ذلك الشخص، واللين والرأفة والرحمة تبقى قوة جاذبة لمن حول من المحيط وإن كان في تلك المجتمعات. فاعفوا عنهم قال الله واستغفر لهم بعد التوجيه الرباني، فاعفوا عن من وقع في الأخطاء وادعوا لهم بالمغفرة وشاورهم في الأمر أيضا، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. نعم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فكانت التوجيهات تختلف كليا. هنا التقسيم القرآني تقسيم إعجازي، يعني في الحديث عن النفس البشرية والتوجيه التنموي، ما يعرف اليوم بالتنمية البشرية، يعني مثلا الأمر باللين بالرفق وأيضا النهي عن التعجرف التعالي القص والغلظة، يعني هي أمور نحن بحاجة ماسة اليوم إليها دكتور، هي أمور غائبة عنا تماما. حتى في محاسبة الله سبحانه وتعالى الذين انكسرت هممهم وأسقط في أيديهم لما أشيع مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان الأمر غريب جدا، هل أوضحته لنا؟ طبعا هم لا شك أن خطأ وقعوا فيه هائل ضخم، وبين لهم وما كان لنفس أن تموت وما محمد إلا رسول. نعم. قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيزجي الله الشاكرين. فهنا أن بين لهم أن الدعوات وأن الرسالات السماوية لا تتعلق بالأفراد وبالمخلوقين
وإنما الخالق موجود كما قال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام. وما حدث في أحد هو نوع من التربية والتمهيد لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد. فاستقرت الآية في القرآن وبين لهم الله سبحانه وتعالى إنما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. نعم. أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم أم تستمرون على العبادة وعلى التقوى وعلى التوحيد وعلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. هو بلغ الرسالة، هو أدى الأمانة، وهو بشر من البشر كتب عليه الموت. فبالتالي نعم. كانت أيضا أن كثير من الصحابة كان يظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيبقى وأنهم حيموتون قبلهم، ومنهم سيدنا عمر نعم. رضي الله عنه وأرضاه. فكان ما حدث في غزوة أحد انكسرت نفوسهم لما سمعوا أن النبي عليه الصلاة والسلام، فبعضهم رجع وبعضهم جلس وبعضهم قال أموت على ما مات عليه رسول الله، منهم أنس بن النضر قال موتوا على ما مات عليه نبيكم نعم. وقاتل حتى قتل وأصيب بثمانين بين طعنة رمح وبين رمية سهم وبين ضربة بسيف، ولم تعرفه إلا أخته من خلال بنانة من كثرة الجراح ومن كثرة الموت على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا كان هو فيها تمهيد لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد. ولهذا لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم وتوفاه الله واختلف الصحابة رضوا الله عليهم بين من سكت وفي بين من رفض فكرة موت النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء سيدنا أبو بكر ودخل وعلى النبي ورفع كان مسجى ورفع عليه الغطاء وتأكد من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ما أطيبك حيا وميتا يا رسول الله. ثم خرج وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وذكر الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فكثير من الصحابة قالوا كأننا أول مرة نسمعها هذه الآية الكريمة وسنجزي الشاكرين. ولهذا قالوا سيد الشاكرين بعد الأنبياء والمرسلين هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لهذا الموقف العظيم اللي حتى حدث الاضطراب وحدث نوع من الزعزعة لبعض الصحابة، فثبته الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف العظيم ورجع الناس إلى هذه الدعوة من مات من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فكانت توجيهات القرآن الكريم في هذا المعنى كثيرة جدا يعني. هي على الرغم من أنها آية يعني ونص قرآني محكم من عند الله سبحانه وتعالى، إلا أن النفس كانت أو النفوس ترفضها، عملية مقتل رسول الله ووفاته وأن نحيا من غيره غير مقبولة اليوم تحصل لكثير يعني، ما بالك في زمن الرسول. الرسول كان قائد فذ وكان الرسول يعني من عند الله سبحانه وتعالى وهو سيد المرسلين وخير بني آدم، وعندما مات الله سبحانه وتعالى ثبت المؤمنين بأن دولة الإسلام قائمة مستمرة. اليوم نرى زعماء لم يقوموا بأي شيء حيال شعوبهم ودولهم، لم يتقدموا ولو قيد أملة في أي مجال اقتصادي سياسي عسكري، وعندما يموتون نرى أن الدول انهارت بالكامل. هذا الارتباط بين الحاكم أو الزعيم القائد والدولة اختلف عنه تماما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أحدث نقلة كبيرة في تاريخ البشرية بل في تاريخ الحياة الدنيا بالكامل. يعني دكتور كيف تعلق تربية النبي صلى الله عليه وسلم؟ تربية فذة لأنها مستقاة من كتاب الله سبحانه وتعالى، من الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وبهذا فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نجح باهر في إعداد الصف القادة الذين حملوا الرسالة من بعده، وفي إعداد الأمة أو هذه الشعب اللي حمل الرسالة لشعوب الأرض فيما بعد. وبالتالي دليل على نجاح النبي صلى الله عليه وسلم القادة الذين جاءوا من بعده وبعد ما انتقل إلى رحمة الله، كيف استطاعوا أن يتصدوا للمشاكل الداخلية سواء في أزمة الحكم. عادة بعد ما يموت الزعيم أو الرئيس أو كذا يحدث فراغ سياسي، واللي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فراغ سياسي هائل، وهو الرسول وهو المعصوم وهو النبي وهو الذي ينزل عليه الوحي وهو المسدد من السماء. لكن تربية النبي لأصحابه
جعلتهم في ساعات يأتي قادة الأوس وقادة الخزرج وقادة المهاجرين ويتحدثون في قضايا الحكم، من الذي يحكم بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول الحباب بن المنذر، شفناه كان حاضر معنا في بدر صاحب هل هو الرأي والحرب والمكيدة، ورأيناه كيف أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم لدخول داخل جيش المشركين في أحد ليقدم معلومات دقيقة، فكان من أعمدة الدولة سواء على مستوى الشورى على مستوى المعلومات. فلما استمعوا في سقيفة بني ساعدة قال نحن أكثر الناس عدد وعدة، ونحن اللي قاتلناه ونحن مستهدفين، والأرض أرضنا والرجال ونحن. وكانوا يروا أن ممكن يكون سعد بن عبادة السيد بعد وفاة سعد بن معاذ أصبح هو يعني انفرد بزعامة الأنصار لمكانته ولفضله. وحدث الحوار مع أبو بكر وبين أن العرب لا ترضى إلا شخص من قريش وأن يكون من المهاجرين حتى يتم عليه السمع ويكون عليه الطاعة. وبعد حوار ونقاش في ساعتين حلوا أزمة الحكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبايع الجميع سيدنا أبو بكر الصديق. ولا تنظر إلى الروايات الضعيفة الكاذبة الموضوعة اللي وضعوها الرافضة وأعداء الصحابة رضو الله عليهم، اللي قالوا سعد بن عبادة رفض بيعة أبو بكر وقال سأقاتلنك بسيفي وأرميك بسهامي وبرمحي، ولم يحج معهم ولم يصعد. كل هذا أكاذيب وأباطيل. بل سعد اللي هو سيد الخزرج بايع سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، والتم الصف والقاعدة الصلبة ما بين المهاجرين والأنصار، وتصدوا لحركة الردة في الجزيرة العربية وقضوا عليها. وبعد ذلك حرك القائد سيدنا أبو بكر الصديق اللي هو من تلاميذ النبي عليه الصلاة والسلام ودليل نجاح التربية النبوية لأصحابه رضو الله عليه، وأرسل الجيوش بعد ذلك إلى العراق وأرسل الجيوش إلى الشام، وبدأت حركة الفتوحات. وتوفي سيدنا أبو بكر أثناء معركة اليرموك، وتولى بعد ذلك سيدنا عمر بن الخطاب، واستمرت الدولة الإسلامية والعطاء الفكري والثقافي والعلمي من الدولة الإسلامية للبشرية جمعاء، والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. واستمر هي هذا تربية العطاء القائد لأصحابه لمن حوله، لا شك في ذلك اختلفت تماما. نعم دكتور، يعني أحد جبل يحبنا ونحبه، ذلك قول رسول الله. ما السر الذي أودعه الله سبحانه وتعالى في هذا الجبل الداكن الجاثم حول يثرب، يعني حتى يودع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أعز الناس عليه حمزة؟ طبعا في نقطة مهمة، أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني عنده من الشفافية الروحية، يعني حتى قبل الدعوة كان يرى بعض الأشجار تنحني له، يعني فتحت له أبواب في هذا العالم العجيب، لأن العالم هذا العالم العجيب تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فكل المخلوقات الهائلة الضخمة هذه تسبح لله سبحانه وتعالى. فجبل أحد له خصوصية خاصة نتحدث عنها إن شاء الله في الحلقة القادمة. دكتور علي الصلابي، عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، شكرا جزيلا لك. كذا أنتم أعزائي المشاهدين أشكركم على حسن المتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم.